مرحبا بكم مشاهدينا بحلقه جديده من البيئه والحياه وسيكون محور حلقتنا اليوم هو التوازن البيئي حيث ظهرت في العقود الاخيره مصطلحات ومفاهيم جديده وخاصه من جانب الامم المتحده في سياق طرحها لرؤاها وخططها ومنها في مجال البيئه مصطلح التوازن البيئي الذي يفتقر الى شروحات كافيه للتعريف به في الاوساط العالميه ولذلك يثار حوله جدال من بعض المختصين والمهتمين ما هو التوازن البيئي؟ هناك عدة تعريفات لمصطلح أو مفهوم التوازن البيئي، فيعرفه علم البيئة بأنه حالة من التوازن تحدث داخل مجتمع من الكائنات الحية للمحافظة على أنواعها وتنوعها الجيني مستقرًا دون حدوث تغييرات جذرية وغير طبيعية فيه، كما يتم تعريفه بأنه حالة من التوازن والاستقرار في أعداد أنواع الكائنات الحية في البيئة. فيما يعرفه معجم الامم المتحده لمصطلحات الاحصاءات البيئيه لعام 1997 بانه توازن وتعايش بانسجام فيما بين الكائنات العضويه وبيئتها، ويطلق عليه كذلك اسم توازن الطبيعه، وهو مصطلح يستخدم للتعبير عن مدى التوازن بين الانسان والحيوان والنبات في البيئه، وبغض النظر عن التعريفات السابقه الذكر نشير إلى أن التوازن ينبغي أن يكون بين الإنسان أو المجتمع الإنساني وبين المكونات الأخرى في البيئة التي يعيش فيها من نبات وحيوان وغيرها. ما أهمية التوازن البيئي؟ تكمن أهمية التوازن البيئي في الحفاظ على استمرارية المجتمعات الإنسانية والكائنات الحية عن طريق تفاعلها الدائم مع البيئة عبر دورة متوازنة. إذ إن النباتات على سبيل المثال تستخدم الطاقة المستمدة من الشمس. ثم تتحول بعدئذ الى غذاء لمخلوقات اخرى وعند موتها تستهلكها الكائنات الحيه الدقيقه وهكذا كما ان تربيه الانسان للحيوان من اغنام وابقار ودواجن وغيرها هي علاقه متوازنه وبيئيه تماما فكلا الطرفين بحاجه الى بعضهما في تامين غذائهما وبشكل مختصر فإن التوازن البيئي يعد بمثابة الأداة التي تحافظ على الوجود، حيث يستمر الإنسان والحيوان والنبات والكائنات الدقيقة بأنواعها على قيد الحياة طالما هناك توازن بيئي. وتحصل جميع الكائنات على التكاثر الجيد عند توافر الغذاء المناسب لكل نوع والحفاظ على البيئة الخضراء. ما علاقة الإنسان بالبيئة؟ يعتبر الإنسان مكوناً من مكونات النظام البيئي والمجال الحيوي. بل إنه أكثر الأحياء تأثيرًا في البيئة، ولذلك انشغل العديد من العلماء بهذه القضية، والتي أطلقوا عليها العلاقة الإنسانية البيئية. وقد تباينت وتعددت نظريات هذه العلاقة منذ القرن التاسع عشر. يمكن إجمالها في ثلاث نظريات. الأولى يقر أصحابها أن الإنسان يخضع بكل ما فيه للبيئة، فهو يتفاعل معها مؤثرًا ومتأثرًا في دائرة تعكس خضوعه لها. فالإنسان لا يمكنه أن يحيا بعيداً عن البيئة ما دامت تقدم له العناصر الحياتية من طاقة وغذاء وكساء وهواء وماء وغيره. فيما تقر الثانية بإيجابية الإنسان، لأنه يقوم بدور كبير وفعال في تعديل بيئته وتهيئتها وفقاً لمتطلباته واحتياجاته. فهو ليس مجرد مخلوق سلبي ينصاع لسلطان البيئة الطبيعية. بل هو بما منحه الخالق من فكر وادراك وقدرات يستطيع ان يحول الظواهر البيئيه لصالحه ويؤكد اصحاب هذه النظريه ان مظاهر البيئه هي من فعل الانسان مثل حقول الشعير ومزارع الارز ولا يقتصر فعل الانسان على هذه فقط يعني الزراعه بل يمتد الى الصناعه ايضا اما النظريه الثالثه فتقوم بدور الوساطه بين النظريتين السابقتين حيث كان لا بد من ظهور نظريه ثالثه تحاول التوفيق بين الاراء المختلفه هذه النظريه تؤمن بدور الانسان والبيئه وتاثير كل منهما على الاخر بشكل متغير كما تستند على البراهين الواقعه في هذا العصر من حيث تاكيدها على الدور الفعال للانسان في البيئه وقدرته على تغيير البيئات الطبيعيه الى بيئات مشيده إضافة إلى هذا تؤكد هذه النظرية على الوسطية بين الخضوع للبيئة وسيطرة الإنسان عليها اعتمادا على الحالة البيئية. إن علاقة الإنسان بالبيئة هي علاقة خاصة فالإنسان يأخذ مكانة متميزة كأحد كائنات النظام البيئي ويرجع ذلك إلى تطوره الفكري والنفسي وعلى حسن تصرفه تتوقف المحافظة على النظام البيئي وعدم استنزافه. إختلال التوازن البيئي يحتوي النظام البيئي على مختلف انواع الكائنات الحيه واصنافها التي تقوم بوظائف مترابطه تؤثر على جميع الانواع الاخرى مشكله سلسله متكامله يقوم كل نوع فيها بدوره الذي يضمن الحفاظ على التوازن البيئي قد تختلف حاله التوازن البيئي مع مرور الوقت فالنظام البيئي المتزن خلال فتره زمنيه معينه لا يعني انه سيحافظ على اتزانه للابد فحالة التوازن البيئي تتأثر بالعديد من العوامل التي تسبب اضطرابا بيئيا، منها عوامل من صنع الانسان ومنها ما يكون بفعل عامل طبيعي، حيث تؤدي إلى فقدان الاستقرار والتسبب بحالة من الاختلال البيئي. ويؤدي اختلال التوازن البيئي إلى آثار مباشرة على البشرية، نذكر منها حدوث اضطرابات بالسلسلة الغذائية، تناقص مصادر المياه، نقص الموارد الغذائية، تدهور الزراعة، اتساع نطاق الجفاف والتصحر فقدان التنوع البيولوجي انتشار التلوث والتسمم الذي يؤثر على صحه الانسان اباده الكثير من الكائنات الحيه وغيرها من الاثار التي تهدد الحياه الانسانيه وهنالك العديد من الانشطه البشريه التي تهدد النظم البيئيه وتسبب اختلال توازنها ومنها ما يلي اولا تضخم المدن إن تضخم وزيادة حجم المدن على حساب الأرياف دون الاكتراث بالبيئة هو كوارم سرطاني فما من جواب على السؤال أين يجب رسم حدودها وتحديد مكانها؟ إن منطقة تضخم المدينة هو شكل انحرافي للمستوطنات البشرية والمدنية وهو ليس دليلا على العقل بل على اللاعقل البشري ثانيا كثرة السدود تؤدي كثرة السدود وضخامتها إلى تغييرات وأثار خطيرة في مناطق محدودة من العالم كما في المناطق المحيطة بنهري دجلة والفرات وكما أشرنا إليه في حلقات سابقة لبرنامجنا فإن السدود التركية الكثيرة على هذين النهرين قد تركت أثارا سلبية على الطبيعة والمناخ في كل من العراق وسوريا ومنها زيادة التصحر وزيادة التلوث البيئي وانقراض العديد من الكائنات الحية من النباتات والحيوانات وهذا كله يتسبب باختلال التوازن البيئي في حوض الرافدين مهد الحضارات والتاريخ وما له من اثار على البشر ومختلف الكائنات الاخرى. ثالثا الصناعات الملوثه يؤدي تزايد الصناعات المعتمده على الوقود الملوث للبيئه الى اختلال وتدمير النظام البيئي وينتج التلوث عن نفايات وانبعاثات المصانع الكيماويه وانسكابات النفط والمبيدات وجميعها من العوامل التي تؤدي الى استنفاد الموارد الطبيعيه وانقراض النباتات والحيوانات المحليه. وهنا نشير الى ظهور مصطلح الصناعويه كالدلاله على الصناعات التي تلحق الضرر بالطبيعه. رابعا الافراط في استغلال الموارد حيث ان عمليات الاستخراج المتزايده للموارد الطبيعيه مثل عمليات التعدين وقطع الاشجار والتنقيب عن النفط وغيرها تعرض النظام البيئي للتدمير. خامسا الهندسه الوراثيه. هناك جوانب سلبيه كثيره في استخدام الوراثه الجينيه والوراثيه. وخاصة فيما يتعلق بالتلاعب بأصناف الزراعة والمواد الغذائية، مما يؤدي إلى انقراض الأصناف الأصلية واستبدالها بالمصنعة والهجينة. سادساً الأوبئة، انتشرت في العقود الأخيرة العديد من الأمراض والأوبئة التي أصابت البشر والنبات والحيوان، وقد ظهرت تقارير كثيرة على دور القوى المهيمنة عالمياً في ظهور تلك الأوبئة واستخدامها كذريعة لفرض أجنداتها. ومنها ما يؤثر مباشرة على التوازن الطبيعي كإعدام ملايين من قطيع الحيوانات والدواجن في كثير من البلدان في محاولة للحد من دور الأرياف وفرض أطعمة مصنعة على الأسواق. سابعاً الحروب والأسلحة المبيدة. تستمر آثار الحروب على البيئة لفترات طويلة جداً إذ إن الحروب لديها القدرة على إحداث دمار بيئي كبير للتربة والأراضي الزراعية. بالإضافة إلى تلويث الهواء والماء والحاق الضرر بالمصادر الطبيعيه مما يؤثر على حياه الانسان وصحته ونمط معيشته اضافه الى قتل البشر وتهجيرهم وتدمير البنى التحتيه ما يؤدي الى الحاق الضرر بالحياه بشكل عام ومن الممارسات الحربيه ذات التاثير على البيئه والانسان استخدام الاسلحه المدمره والقصف الارضي والجوي والبحري والالغام الارضيه وغيرها ان معظم الانشطه البشريه المضره للبيئه والتي تحدث تخريبا وتدميرا لها هي من فعل القوى المركزيه المهيمنه على العالم والتناقض المثير للاستغراب ان تلك القوى المدمره للبيئه والتي تعمل ليل نهار في سبيل اخضاع الطبيعه والانسان معا في اجنداتها وحاكميتها العالميه تصرخ على المنابر والمحافل الدوليه بضروره المحافظه على المناخ والبيئه بل انها تحذر العالم على الدوام بان استمرار تدمير البيئه قد يؤدي الى هلاك الكوكب. الامم المتحده والتوازن البيئي يعود تاريخ اهتمام الامم المتحده بالبيئه الى مؤتمر الامم المتحده المعني بالبيئه البشريه الذي عقد في العاصمه السويديه ستوكهولم في عام 1972. كان مؤتمر الامم المتحده المعني بالبيئه البشريه اول مؤتمر رئيسي للامم المتحده بشان قضيه البيئه. واعتمد المؤتمر إعلان وخطة عمل ستوكهولم الذي حدد مبادئ الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها مع توصيات للعمل البيئي الدولي كما أنشأ المؤتمر برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهو يونيب أول برنامج للأمم المتحدة يعمل فقط على القضايا البيئية بعد عشرين عاما في قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992 جرى اعتماد جدول أعمال القرن 21 وهو توافق عالمي رسمي في الاراء بشان التنميه والتعاون البيئي، والاساس لجدول اعمال القرن 21 هو الاقرار بان حمايه البيئه تتطلب التعاون الدولي عبر الحدود وتحمل مسؤوليه المستقبل بنهج تشاركي. وقد انشئ في عام 2012 جمعيه الامم المتحده للبيئه لتصبح الهيئه رفيعه المستوى في العالم لصنع القرار بشان البيئه. تجتمع جمعية البيئة لتحديد أولويات السياسات البيئية العالمية وتطوير القانون البيئي الدولي. وفي عام 2013 وقبل عامين من الموعد النهائي المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، عقدت فعالية استثنائية في نيويورك، حيث وافقت الدول الأعضاء على عقد قمة رفيعة المستوى في أيلول 2015 لاعتماد مجموعة جديدة من الأهداف والتي من شأنها أن تبنى على الأسس التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية. بعد عامين، في عام 2015 أصدرت قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وقد نص البند الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030 الأممية على حماية النظم الايكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. لكن بالعودة إلى الواقع نجد أن ما تطرحه الأمم المتحدة هو مجرد شعارات طوباوية، بينما ما يجري في حقيقة الأمر أن تدمير وتخريب البيئة يجري على قدم وساق من جانب القوى المهيمنة عالميا، وإن رؤية 2030 ما هي إلا عملية مخادعة تخفي وراءها أجندة الرأسمالية العالمية في الانتقال إلى نظام عالمي جديد بحلول عام 2030 قوامه عالم افتراضي شامل بحيث يكون فيه الإنسان على قطيعة تامة مع الطبيعة. كيفية المحافظة على التوازن البيئي؟ بما ان الانسان هو اكبر مؤثر على البيئه وقد تسبب في احداث تغيير جوهري وخلل بالتوازن البيئي منذ ان استهل ثورته الصناعيه فان مسؤوليه الحفاظ عليه تقع على عاتقه وهناك العديد من العمليات التي تسهم في المحافظه على التوازن بالنظام البيئي وابرزها ايقاف اباده الطبيعه والاخضرار الاهتمام بالقرى والارياف ومنع تضخم المدن الاخذ بعين الاعتبار مصالح الانسان والطبيعه في بناء السدود الاستثمار الملائم للموارد الطبيعية، الحد من الصناعات المضرة بالبيئة، الاهتمام بالتشجير والحد من التصحر، الحد من استخدام المبيدات السامة والمواد الكيماوية المضرة، الحد من استخدام الأسلحة البيولوجية المضرة بالطبيعة، الحد من الاستخدام السلبي للهندسة الوراثية، الحد من الحروب العبثية قتل الإنسان وتدمير البيئة والأرض. التوازن البيئي من وجهة نظر أوجلان. يشير المفكر عبد الله أوجلان في كتابه مانفيستو الحضارة الديمقراطية إلى أن المجتمع والطبيعة عنصران متكاملان وأن الصناعة المعتمدة على الوقود السامة تترك ضررا بالغا بالطبيعة فيذكر: لا يمكن لطبيعة المجتمع تأمين استمراريتها إلا ضمن علاقات وثقة مع البيئة التي هي ثمرة ملايين السنين والأمكنة المناسبة ولا يمكن لأي تكوين صناعي أن يقوم مقام البيئة بوصفها معجزة الكون منذ الآن وحركة المرور بلغت أبعادها الكارثية برا وجوا وبحرا وفضاء والصناعة المعتمدة على وقود المستحاثات تسمم المناخ والبيئة باستمرار وثمن كل تلك الفواجع هو تراكم الربح لقرنين من الزمن أو كان هذا التراكم يستحق هذا الكم من الأضرار؟ فكيفما ان الاضرار الناجمه عن ذلك لم تتسبب بها مجموع الحروب فالخسائر البشريه ايضا لم تقدم بسبب اي نوع من الاحداث الاخرى سواء كانت بيد الانسان او بفعل الطبيعه كما يشير الى ان سياسات سوء اداره الموارد الطبيعيه من جانب النظام العالمي المهيمن على وجه الخصوص يؤثر بدرجه كبيره على مصير البيئه الى حد وصولها الى حافه الاباده فيقول ان سياسات النفط والبحر والغابات والمعادن قد حولت البيئه الى ميدان صراع بين الموت والبقاء بسبب نزعه الربح ما من ظاهره قادره على الكشف عن البعد الوحشي لما يسمى بالربح بقدر ما هي اباده البيئه الالاف من رجال العلم يؤكدون على انه في حال استمرت نزعه الربح بهذا المنوال فالكوارث البيئيه ستكون على الابواب بعد عده عقود وليس قرون ويرى أوجلان أن سياسات النظام العالمي المهيمن من خلال ممارستها اللابيئية قد يفرض نهاية للعالم وللطبيعة إلا أن للطبيعة ردة فعلها وإنها ستبدي مقاومة في نهاية المطاف في الزمان والمكان المناسبين فيقول كما يتوقع وفق الوضع القائم استحالة إزالة التلوث الناجم عن الغازات المنتشرة في الغلاف الجوي وعلى رأسها نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون حتى خلال مئات بل الاف السنين المقبله هذا وربما لم تظهر للعيان بعد محصله الدمار الحاصل على عالم النبات والحيوان بكل معنى الكلمه ولكن يتضح بجلاء انه يرسل اشارات الانذار بقدر الغلاف الجوي على الاقل ذلك ان تلوث البحار والانهر وكذلك التصحر الموجود قد بلغ حدودا كارثيه منذ الان كل المؤشرات تدل بموجب السياق القائم على ان يوم القيامه سيفرض على المجتمع بيد المجموعات المنتظمه على شكل قسم من الشبكات وليس نتيجه اختلال التوازن الطبيعي وبكل تاكيد سيكون للطبيعه ردودها على هذا السياق لانها هي ايضا حيويه وذكيه ولقدره تحملها حدود ستبدي مقاومتها في الزمان والمكان المناسبين بحيث لن تكترث بدموع البشر حينما يحين الزمان والمكان. فجميعهم سيكونون مسؤولين عن خيانتهم لمهاراتهم وللقيم الموهوبة لهم أولم ينظر هكذا سلفاً إلى يوم القيامة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة شكراً لطيب المتابعة إلى اللقاء